تلميذاتي العزيزات، تلاميذي الأعزاء، حياكم الله جميعا، وأرجو أن تكونوا وذويكم على أحسن حال وفي صحة جيدة. فيما يلي الإطار العام للنشاط، نور الدين حالي مبرز في مادة الترجمة، وحاليا مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بمركز محمد عبد الكريم الخطابي الأقسام التحضيرية بمدينة الناظور. فيما يتعلق بالدرس، موضوع العرض الآن، فهذا الدرس يندرج ضمن الدورة الأولى، الحصة الخامسة، الحصة الرابعة التي ينتظمها المحور الدراسي الأول، وهو بعنوان رهانات الترجمة Les enjeux de la traduction. والنشاط الذي هو موضوع العرض الآن هو تعجيم أنتام، وطبيعة التعلم هو تعلم ذاتي، أي بموازاة مع تعلم حضوري يتعلق بدرس التعريب. والمستويات والمسالك المستهدفة من خلال هذه الحصة هي مستويات السنة الأولى، اقتصاد تجارة علمي CS، واقتصاد تجارة تكنولوجي CT. والدعامة موضوع الترجمة هي نص الترجمان لعبد الفتاح كيلط. أما فيما يتعلق بالأهداف التي يرومها هذا النشاط فهي كما يلي: الهدف العام على الطالب أن يكون قادرا على على الطالب أن يكون على دراية بأن إتقان المترجم للغتين على الكمال والتمام أمر صعب المنال، وهو حافز له على مواصلة الاجتهاد دون كلل ولا ملل. والهدف الخاص للحصة هو على الطالب أن يكون قادرا على ترجمة جملة الاستفهام إلى اللغة الفرنسية، وعلى التمييز بين كيفية اشتغال هذا الصنف من الجمل من الفرنسية إلى العربية أو من العربية إلى الفرنسية. مرحبا بكم عزيزاتي أعزائي الطلبة طالبات مرة أخرى. قبل أن نبدأ بالفعل في عرض مراحل هذا الدرس، لا بأس أن نذكركم بطريقة
الولوج انطلاقا من الأوراق التي توزع عليكم في الفصل في قسم مادة الثقافة العربية والترجمة. فهذه الأوراق تحتوي على رمز QR code يمكنكم تصويره بالمسح الضوئي باستعمال هاتفكم أندرويد، وبالتالي الولوج إلى الفيديو والاطلاع على محتوياته في اليوتيوب. نبدأ أولاً بالدعامة. الدعامة هي عبارة عن نص للكاتب المغربي عبد الفتاح كيليطو، عنوان النص الترجمان. نبدأ أولاً بقراءة النص، وكما تعرفون فالقراءة هي مسألة أساسية في الترجمة، وهي المدخل الأساسي الذي لا مفر منه حتى نفهم النص، ثم نهيئ النص للترجمة، ثم نترجمه في آخر المطاف. هل يستطيع المرء امتلاك لغتين؟ هل بإمكانه أن يبرع فيهما معا؟ قد لا نهتدي إلى جواب ما لم نطرح سؤالا آخر: هل يمتلك المرء لغة من اللغات؟ أتذكر أنني سمعت كلاما لم أعثر بعد على مرجعه يصف فيه أحد القدماء علاقته باللغة العربية، فيقول: هزمتها فهزمتني، ثم هزمتها فهزمتني، مشيرا إلى أن علاقته بها متوترة، وأن الحرب بينهما سجال مرة له ومرة عليه، ولكن الكلمة الأخيرة لها لهذه الكائنة الشرسة التي تأبى الخضوع والانقياد. ينتهي القتال دائما بانتصارها، ولا يجد المرء بدا من مهادنتها ومسالمتها والاستسلام لها وإن على مضض. إذا كان هذا حال المتكلم مع لغة واحدة مع لغته، فكيف حاله مع لغتين أو أكثر؟ كيف ينتقل من هذه إلى تلك؟ كيف يتصرف بينهما؟ وكيف يتدبر أمره مع ما يمارسه من ترجمة مستمرة؟ سأتطرق إلى هذا الموضوع استنادا إلى الجاحظ، إلى كاتب لا نعرف بالتأكيد ما إذا كان يتقن لغة غير العربية، مع العلم أن في مصنفاته عدة علامات تشير إلى أنه لم يكن يجهل الفارسية. ولنبدأ بما قال في البيان والتبيين عن أبي علي الأسواري الذي قص في أحد المساجد 36 سنة، فابتدأ لهم في تفسير سورة البقرة فما ختم القرآن حتى مات، لأنه كان حافظاً للسير ولوجوه التأويلات، فكان ربما فسر آية واحدة في عدة أسابيع. إن تفسير القرآن عملية طويلة لا يحدها إلا عمر المفسر. بأية لغة كان أبو علي الأسواري ينجز شرحه؟ بالعربية طبعاً، والظاهر أن جمهوره كان يتكون أساساً من العربي ومن بعض العجم الذين تعلموا العربية،
ولكن كيف كان يتم تفسير كتاب الله لأولئك الذين كانوا يجهلون اللغة التي أوحي بها؟ لعل السؤال لم يكن ليتبادر إلى ذهني لو لم يكن هذا النص مرفقا بآخر يصف فيه الجاحظ قاصا اسمه موسى بن سيار الأسواري، فيقول عنه: وكان من أعاجيب الدنيا، كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية، وكان يجلس في مجلسه المشهور فتقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية، ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية، فلا يدري بأي لسان هو أبين. ما يمكن استخلاصه من هذا المشهد أن التحدث بلغة يستلزم الالتفات إلى جهة من الجهات. اللغة مرتبطة بموقع ما على الخريطة أو على مساحة من المساحات. أن تتحدث بهذه اللغة أو تلك معناه أن تكون جهة اليمين أو جهة اليسار. أما مزدوج اللغة فإنه دائم الحركة، دائم الالتفات، وبما أنه ينظر إلى جهتين فإن له وجهين. يعلق الجاحظ على هذه الحالة مبديا استغرابه وإعجابه، فيقول: واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتها، إلا ما ذكرنا من لسان موسى بن سيار الأسواري. مشكلة دقيقة لعلها غابت عن الجاحظ: من يحكم على موسى بن سيار بأنه يمتلك العربية والفارسية بصفة كاملة ومتكافئة؟ الجاحظ طبعا، ولكنه لا يزعم أنه يعرف الفارسية، أي يعرفها بقدر ما يعرف العربية، فهو والحالة هذه ليس بالعمدة، ولا يمكنه تنصيب نفسه حكما في هذه القضية. لا بد إذن لكي يستقيم رأيه من أن يستند إلى حكام لهم معرفة تامة باللغتين، وبوسعهم بالتالي الإقرار بأن موسى بن سيار له كامل السيطرة على اللسانين. عبد الفتاح كيلتو: لن تتكلم لغتي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طبعة الواحدة 2002، الصفحات 29 إلى 31. أول أن نبدأ بالمرحلة التمهيدية، نمهد لدرسنا. ماذا تعرف عن صاحب النص؟ عبد الفتاح كيلتو. عبد الفتاح كيلتو كاتب مغربي، ولد عام 1945 بمدينة الرباط، كتب العديد من الكتب باللغتين العربية والفرنسية، وكتب أيضا في مجلات مثل الدراسات الإسلامية، وتابع دراسته في ثانوية مولاي يوسف ثم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حاصل على دكتوراه دولة من جامعة السوربون الجديدة عام 1982 حول موضوع السرد والأنساق الثقافية في مقامات الهمداني والحرير. هذا هو موضوعه للدكتوراه. المرحلة الثانية، ونحن هنا نتعلم أيضا المنهجية الواضحة التي يتم تطبيقها في قسم الثقافة العربية والترجمة. المرحلة الثانية الكبرى هي القراءة والفهم والتحليل. طبعا لقد قمنا بقراءة النص، لكن في الفصل يمكن إعادة قراءة النص قراءة أخرى يقوم بها التلاميذ. المكون التلفظي، كيف يعبر الكاتب تلفظيا عن ذاته؟
من خلال تصفحنا للنص نجد أن عبد الفتاح كيليطو يعبر ترفضنا التي باستعمال ضمير المتكلم وهو عنصر إشاري ديكتي. الضمير المتكلم أنا أتذكر أنني إلى غير ذلك. في سطر ثلاثة مثلا، في سطر ثلاثة طبعا عندما أقول سطر ثلاثة يعني من الدعامة التي وزعت عليكم في القسم. طبعا في القسم يعني في هذا الأسبوع، الأسبوع المقبل، يعني هذا الأسبوع الذي سيبدأ غدا. ويستعملون المؤلف في بعض الأحيان، يستعملون المؤلف عندما يقصد إدماج القارئ وإشراكه فيما يذهب إليه. ولنبدأ، يقول ولنبدأ في الصف 11، ولنبدأ. المكون النصي غالبا، في المكون النصي تطرح ثلاث قضايا ينبغي أن يجيب عنها القارئ بسرعة ودون إضاعة العديد من الوقت، لأن ما يهمنا هو الترجمة. فالمكون النصي غالبا تنتظم فيه ثلاث أشياء: المجال المعرفي للنص، وأهمية المجال المعرفي لا تخفى عليكم، فإن من يعرف المجال المعرفي للنص لن يسقط في ترجمة المصطلحات المتعلقة بهذا المجال المعرفي بشكل خاطئ، وهو أمر يعاني منه العديد من طلبتنا الأعزاء. فما هو المجال المعرفي للنص الذي بين أيدينا؟ ما هو جنسه؟ بالنسبة لجنس النص كما تعرفون، فغالبا في هذا، في قسم مادة الثقافة العربية والترجمة، جنس النص هو سواء مقالة أو مقتطف من رواية. لا نجد أجناس أخرى. أما نوع النص فكذلك هو محدد. فالنص قد يكون نصا سرديا، وقد يكون نصا حجاجيا تفسيريا إلى غير ذلك. المجال المعرفي للنص الذي هو قيد الترجمة هو مبحث الترجمة. جنس النص مقالة، والنص عبارة عن مقتطف من الفصل الثاني بعنوان الترجمان من كتاب لن تتكلم لغتي لعبد الفتاح كيليطو، كما تلاحظون ذلك من خلال المرجع. ونوع النص وهو نص حجاجي. المكون الموضوعاتي، ننبه هنا تلميذاتنا وتلاميذنا الأعزاء بأن المكون الموضوعاتي بالنسبة للنص الحجاجي تندرج فيه أفكاره، الفكرة العامة والأفكار الجزئية إلى غير ذلك. لكن عندما يتعلق الأمر بنص سردي فهنا المطلوب هو الأحداث وزمن الحكي ومكانه والشخص والسارد والرؤية إلى غير ذلك. فلذلك هنا ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة. يناقش الكاتب من خلال النص رأيين للجاحظ في موضوع تعلم اللغات، ما هما؟ عندما نقرأ مليا النص سنجد على أن المسألة الأولى هي استحالة البراعة في لغتين في الآن حسب الجاحظ. لا يمكن أن يبرع المرء في لغتين براعة مطلقة، هذا طبعا حسب الجاحظ. لكن الجاحظ استثنى شخصا وهو الأسواري، كما سنرى ذلك من خلال النص. المسألة الثانية مسألة استثناء الجاحظ لموسى بن سيار الأسواري، إذن استثناه من هذه القاعدة. هل يمكن للمتكلم أن ينتصر على لغته حسب كيليطو؟
أين يتجلى كون أبي علي الأسواري ترجمانا؟ هناك سياق في النص يثبت على أن أبا علي الأسواري كان ترجمانا. على أي حجة بنى كليتو رأيه التشكيك بحكم الجاحظ على أبي علي الأسواري؟ إذن لا يمكن ذلك، بل اللغة هي التي تخرج منتصرة، أي لا يمكن الانتصار على اللغة على حسب كليتو، بينما يخضع المتكلم لها. إذن المتكلم خاضع للغة ولا تخضع اللغة له. عندما يتجه إلى العرب ويفسر لهم بالعربية، وإلى الفرس فيفسر لهم بالفارسية، فهنا تتجلى مهمة أبي علي الأسواري كترجمان كوم أن انتربريت. وهنا للإشارة لا ينبغي ترجمة الترجمان بلو ترادكتور، بل نترجمه بالانتربريت، لأن الأمر يتعلق بالانتربريتاري، ترجمة فورية. نترجم إذن هنا يعني لكي يرد على 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 الجاحظ، فإن عبد الفتاح كليتو قال أنه نترجم بإتقان اللغة المرسلة واللغة المستقبلة، إتقان المعجم والتركيب والدلالة. ثالثا، نمر إلى مرحلة الإعداد للترجمة، وهي مرحلة كبرى. الإعداد للترجمة، donc il faut préparer le terrain de la traduction. فلنفترض أن مثلا أحدنا يريد أن يزرع أرضا، لكن قبل أن يدخل إلى قبل أن يبدأ في زراعة تلك الأرض وحارثها، عليه أولا أن يحاول أن يستبعد الأحجار، ويستبعد السدر، ويستبعد مجموعة من الأعشاب الضارة، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. donc il faut préparer le terrain. هذا هو الهدف من هذه المرحلة، أي نعد المكان للترجمة، الإعداد للترجمة. لذلك سنحاول نجد المقابلات في اللغة، أو التكافؤات في اللغة الهدف، لأولا للتعابير اللغوية التي نرى أنها تشكل صعوبة بالنسبة إلى طالباتنا وطلبتنا الأعزاء. عبر عن التعابير التالية بالفرنسية بما يناسب السياق، ولا يجد المرء بدا من، في السطر 6، وإن على مضض، في السطر 6، في وزني، السطر 17، لم يكن ليتبادر إلى الذهن لو لم يكن، السطر 11. طبعا هذا 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 يعني الأرقام السطور فهي تستند إلى الوثيقة المرجعية التي تسلمتموها حضوريا أثناء الدرس الحضوري المتعلق بالتعريب. طبعا أنتم ستتسلمونها حضوريا في هذا الأسبوع، الأسبوع المقبل، يعني ابتداء من الاثنين المقبل. حسب السياق، عندما ننظر مليا في السياق يمكن أن نعطي المقابل الآتي أو التكافؤ الآتي: n'a pas de choix que de se rendre à l'évidence. ولا يجد المرء بدا من. طبعا هذا المقابل ليس نهائي، لأن كما قلنا la traduction n'est pas une fonction objective. الترجمة ليست دالة تقابلية. وإن على مضض، bien qu'à contre-cœur، في وزني، هنا انتبهوا جيدا، في وزني سنستعمل أوتانكيل، لم يكن يتبادر إلى ذهني لو لم يكن. Je n'aurais pas dû imaginer une telle question si cette citation n'était pas annexée à une autre. في مرحلة الإعداد للترجمة كذلك ينبغي أن نتصدى لإيجاد تكافؤات فيما يتعلق بالمعجم الذي هو متعلق باللغة، والمصطلحات التي هي متعلقة بالمجال المعرفي للنص. وهذه هي أهمية تحديد المجال المعرفي للنص، لأن إذا حددت مثلا أن النص يتعلق بمبحث الترجمة
فعليك أن تترجم المصطلحات المتعلقة بالترجمة ترجمة صحيحة، وبالتالي هنا لا ينبغي أن تترجم الترجمان بمثلا لو ترافيكتور، فهذا خطأ يتعلق بالمصطلحات. كيف تترجم الفعل قص والاسم قاصا بالفرنسية فيما يلي؟ الذي قص في أحد المساجد 36 سنة، يصف فيه الجاحظ قاصا اسمه موسى بن سيار الأسواري. هنا انتبهوا جيدا، فقص هنا والقاص لا يمكن ترجمتها بلو كونتور أو راكونتي أو غولاتي، لا. إذن هنا السياق مهم جدا، نترجم قص بفير ليكزيجيز، قاصا اكزيجيت. بالتالي فهذا المصطلح قص، هذا الفعل قص، في نفس الجملة نجد له مقابلا فسر. إذا قص هنا المقصود به هو فسر، انتبهوا جيدا إلى هذه المسألة. نمر إلى الظاهرة اللغوية. طبعا المفروض أن في كل درس من دروس التعريب وكذلك من دروس التعجيم أن نخرج بخلاصة مقارنة بين في الظاهرة اللغوية، أي سنعالجها بشكل مقارن، أي نقارن اشتغالها في اللغة الأصل ثم كيفية اشتغالها في اللغة الهدف. هذه مسألة جوهرية، وبالتالي نخرج بخلاصات، وهذه الخلاصات هي التي ستجعلنا قادرين على القيام بالترجمة في أمان. هل يمكن لجملة الاستفهام في العربية أن تكون دون أداة الاستفهام؟ هذا التمييز الأول. ففي اللغة العربية لا يمكن أن نتحدث عن أداة الاستفهام بدون عن جملة الاستفهام بدون أداة الاستفهام. ماذا يميز جملة الاستفهام في اللغة الفرنسية؟ في اللغة الفرنسية دائما جملة الاستفهام تستلزم ce qu'on appelle en français l'inversion du sujet. Donc la phrase interrogative arabe nécessite l'usage de la particule d'interrogation. La phrase interrogative en français se caractérise par l'inversion du sujet. فلاحظوا إذا قلنا مثلا qu'est-ce par exemple كما سنرى ذلك من خلال الجمل، فيعني l'inversion du sujet toujours existe dans les phrases interrogatives françaises. في حين أن في اللغة العربية لا وجود لانفيرسيون دو سوجي. الآن نمر إلى المرحلة الرابعة وهي الهدف من 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 الدرس بأكمله، الترجمة الفردية. طبعا من خلال الترجمة الفردية نذكر طلبتنا وطالباتنا العزيزات أن استعمال المعجم بالنسبة للسنة الأولى يسمح له، يسمح باستعمال المعجم، لكن في السنة الثانية لا يسمح بذلك. يقترح الطلبة اقتراحات على المستوى الفردي. سنقوم أولا بترجم إلى الفرنسية عنوان النص والجمل الأربع الأولى من النص إلى حدود فهزمتني. توجيه، انتبه إلى كيفية ترجمة كلمة المرء في الجملة الاستفهامية الأولى. استعمل الضمير الفرنسي أون من أجل ترجمة الجار والمجرور في أن يبرع فيهما معا. لانتربريت، هذا اقتراح، هذا اقتراح فقط. دونك نطبق فيه التوجيهات السابقة. Peut-on posséder deux langues؟ Mais on peut dire également, est-ce qu'on peut posséder deux langues? Mais dans ce cas, lorsqu'on dit est-ce qu'on peut posséder deux langues, il y a une inversion de sujet au début, est-ce? Donc, pas, ce n'est pas la peine de faire deux inversions de sujet. On ne peut pas dire est-ce que peut-on? On dit est-ce qu'on peut posséder deux langues? Peut-on en exceller toutes les deux à la fois? Il se peut que nous ne nous trouvions pas de réponse sans poser une autre question. Peut-on posséder une langue? Je me rappelle que j'avais entendu un propos auquel je ne trouve pas encore de référence, dans lequel un ancêtre décrit son rapport à l'arabe en disant « Je l'ai vaincu et elle m'a vaincu, puis je l'ai vaincu et elle m'a vaincu. »
نعم، على يعني الوحدات، وحدة الترجمة الموالية ترجم إلى الفرنسية ما تبقى من الفقرة الأولى من النص، مشيرا إلى أن علاقته بها متوترة، وأن الحرب بينهما سجال مرة له ومرة عليه. ولكن الكلمة ولكن الكلمة الأخيرة لها، لهذه الكائنة الشرسة التي تأبى الخضوع والانقياد. ينتهي القتال دائما بانتصارها، ولا يجد المرء بدا من مهادنتها ومسالمتها والاستسلام لها وإن على مضض. Il indique que son rapport avec la langue est tendu et que le conflit entre eux est sans fin. Tantôt il est pour lui, tantôt pour elle. Mais le dernier mot, c'est pour cette entité féroce qui refuse de céder et de se soumettre. Toujours, le combat finit par sa victoire et le vaincu n'a pas de choix que de se rendre à l'évidence et de se soumettre bien qu'à contre-cœur. الآن في مرحلة، في إطار مرحلة الترجمة، أقترح عليكم، طبعا نمر إلى الترجمة الجماعية، وهي عبارة عن تحرير جماعي للترجمة انطلاقا من مقترحات التلاميذ، وإعادة القراءة لتلقيح النص المترجم وتصحيحه، وإنتاج نص متماسك واضح المعالم يحترم المعنى والأصل. نظرا لأن هذا النشاط يتم عن بعد اون ديستانسييل، فأقترح عليكم ترجمة شخصية، لكن هذه الترجمة على سبيل الاستئناس فقط، والمطلوب النظر فيها بعين ناقدة ووفق منهج مقارب. إذا نقف بعض اللحظات فقط أمام هذه الترجمة لكي نقارنها، ويمكنكم إيقاف الفيديو، وبالتالي يمكنكم الانتباه إلى الترجمة المقترحة ونقدها. نعم، دائما لا ننسى ترجمة المرجع الفتاح كيليتو. Tu ne peux pas parler ma langue. دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ليبان. Première édition 2002. Les pages 27 à 31. شكرا على انتباهكم وإلى فرصة أخرى. طبعا لا أنسى أن أذكركم على أنه بعد قليل سننجز جميعا تقويما لما سبق بطريقة تفاعلية أو عن طريق اختبار التجاوب. اختبار التجاوب، اختبار التجاوب أترجم بها كلمة كويز. اختبار التجاوب سننجزه بعد قليل، وإلى ذلك الحين سلمتم. أحييكم مرة أخرى وأعود إليكم من أجل أن نتعرف على هذه المرحلة، مرحلة اختبار التجاوب، لو كويز أو لو كيستيونير، الذي يأتي في إطار التغذية الراجعة التفاعلية، الفيدباك انتراكتيف. وطبعا أنا سأستعمل الشاشة، سأمرر الأسئلة التقويمية عبر الشاشة، وأنتم في إطار التكوين الذاتي أو في إطار التعلم الذاتي ستختارون الأجوبة الصحيحة، وعند مطلع الحصة المقبلة، طبعا بعد 15 يوما من الحضور الحالي، سنتعرف على الأجوبة. ثم بعد ذلك في ظرف 5 دقائق أو أقل، ثم بعد ذلك سنصحح الواجب، واجب التعلم الذاتي الذي يعطى لكم في كل 15 يوما.
نعم، فلنبدأ على بركة الله. أضغط على كيستيونير، يظهر السؤال الأول. عبد الفتاح كيريطو كاتب مغربي متخصص في، هل هو متخصص في السرديات أم متخصص في اللسانيات أم متخصص في السيميائيات؟ اختر الجواب الصحيح. السؤال الموالي، حسب عبد الرحمن الجاحظ، هل من الممكن إتقان لغتين أو أكثر إتقانا كاملا؟ هل من المستحيل البراعة في لغتين في نفس الوقت؟ هل من الممكن ترجمة الأعمال الإبداعية كالشعر مثلا؟ السؤال الثالث، المقابل الفرنسي للفعل قصة الذي ورد في نص الترجمان، هل هو faire l'exégèse؟ هل هو raconter؟ هل مقابله هو relater؟ اختر الجواب الصحيح. السؤال الرابع، نترجم سياق التعبير في وزن، التعبير في وزن جاء في سياق في جملة، هذه الجملة التي توجد على مستوى السطر 13 من الدعامة التي أعطيت لكم حضوريا والتي تحتوي على رمز كيو آر كود، كيف نترجم ذلك السياق أو تلك الجملة؟ هل نترجمها ب il parlait le persan mieux que l'arabe أو il maîtrisait le persan plus que l'arabe أو il excellait en persan autant qu'en arabe؟ السؤال الخامس والأخير، نترجم التعبير إلى الفرنسية كان حافظا للسياري الوارد طبعا في نص الترجمان لعبد الفتاح كيريطو بما يلي، هل نترجمه إلي تي بيوغراف أم إلي تي إكزيجيت أم إلي تي فيلوزوف أم إلي تي تراديكتور؟ وبهذا ينتهي هذا الاختبار، اختبار التجاوب الكيستيونير، وإلى فرصة أخرى أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.